رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي كدو نا بناني نيتل كفر ورنجن كفر نفاق ورنجن نفاق نا لينا نيل غابينوغن إن شاء الله نا بناني نيتل كفر ورنجن تعريف نيو تعريف نيو رزيز نانيو وواضح إننا نخبر هنيو ورنجن معنى نيو يعني كفر معناه ورنجن تعريف يستخوى تعريف رزيز نجن قاليس نجن بدنا ناس عناتنين ورا عكات يعني تفصيل نيو قابل لي لغة لي لغة بمعنى الستر والتغطية حاجات انساس رخلو انكوس رخلو جن شرعها ضد الإسلام شرعها ضد الإسلام إسلام دي كفر دي إسلام نين ضد نيو جن كفر نيا إنسان كفر يخي إنسان عاد إن سستنبه إن تبتنبه أنواعه نوعان كفر أكبر كفر أصغر كفر بهردو كفر جنايدي. الكفر الأكبر وفيه مسائل نتعريفه هو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بونيس رانغر بونيس رانغر إيمان كما قرن رسولت نين لارقن لينغريا حكمه يخرج من الدين ومن الملة الكفر الأكبر برا من الدين لتفت طوال النهائيا يعني يخرج من الدين ومن الله. أنواعه خمسة أنواع وريك أنواع شاقون كفر كفر الأكبر واللي كان بني يخون لين بهر دقنا يدس نيخون له ينبرن بهرسي عرف نخون له نانا أنواع نيو ستير ربنا كر أنواع نيو كفر التكذيب أم كوغن كفر التكذيب دي وكفر بونيتنا بون يعني بونيتنا أمبياس بون نين من أخلاياخ ومن أخلاياخ إنسان كذا كفر الإباء والاستكبار مع التصديق إنسان متكبر أو أنونسك جيب دور مثلا عنادد أكاهم منه ينقر كفر جن كفر الشك وهو كفر الظن قد الله إنسان شكك والله كان ده قدم يا خلا خواني رما جنة واني رما استوال أو قالوا اللي قاله نينقر كذا مسألة ما أن أو قالوا إن الجنة دل حديثنا مدعونين أرسته على قاله يا إنسان ما إنسان سنة يا أخوانا ما نشرك لقاسك لازم إيمان وهذه الأشياء كفر الإعراد وده الله قشق انطرق كل الناس عاد ناس أم كريها كفر النفاق نحن ناوك لا أردري لنحسنا وكم ديبام ما لقنا لقاش إن شاء الله أخر سخنا الله كفر التكذيب يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثل الكافرين كفر الاستكبار كفر دينا وليكن الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كفر الشك وهو كفر الظن يقول الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفلت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا إن زورت الكهف قادر منين يعني وابيخن طيب سجر كفر الإعراض انطرنا قشنا نكينا قني يخي كفر الإعراض يخي والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون يعني انذار النبي صلى الله عليه وسلم يعني انذار ونكا معنات تنقى سجن فرصة ونكا همبا ارقل نسان عاد نيلد يوم كانسان يعني والله انذرتك فلانس انذار ونقل إيران ما خاق نقول له اتراخ ونقول له معناها قن ما نسبت ند أشكال حسلوك ديبو نعراض نيخد نين كفر وقل طيب كفر النفاق والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الكفر الأصغر وفيه كذلك
مسائل. أولا تعريف رنجن: كل معصية ورد في الكتاب والسنة تسميتها كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر. أي شيء كتاب لي والسنة الإنسان ترى بعضه حد مستوى كفر أكبر وخلق جاي أجراري نينجر أصغر حكومة ذاتي من الحكومة ورنجن الناس كنا كفر أصغر ندين كفر أكبر من لطف دوك طوال إنسان كفر أكبر تحكم زعدي وكافر أكو إن أن كان دين ندقه ونذكرنا وين نا نقاطنين طبقت الرضي وإنسان نين من لطف أكو العياذ بالله نين حكومة يقرنكم قانون محرمون وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. الكفر الأصغر نين نين أدرس إنسان نما عسيتني سأرتكبه نما عسيتني سأسخ نما عسيتني لبغ ملة لتفعلاني لكن من كبائر الذنوب دي. نان أمثلة نعصنا ورنقن أمثلة ناسا عدنا الدو نكفر أصغره أمثلة كفر النعمة لا لاري كفر النعمة لينا قتال المسلم لأخي في أخوة الطعن في أنساب الآخرين. طيب الناس يا أخوة صنعتنين دوينا دي ومشان هون لاقش وريخ مجتمعين أخلون واقعيين أخلون نان قريب حصل لكم أشيانين سبحان الله ينيغي ينادين سي إنين حياة لهم واقعيين أخلون تطبيق القوالك نانديبو إسقاطات كودا نير إساق يعني مقارنة إساقنا ما وهابني النجر انذروا النجر حذروا المنين ان النبي صلى الله عليه وسلم انذر ان شخص انت من قال اذا هنا نبرد اقول لنا سنعسي واقعي راح قرر نقول ين وافقنا منك ما وافقنا لاني ناس عدنين ذنب انا عسى كنا ما اجرنا عسى كنا نين تعرقنا دينينا اشكال لمبو معنا هاجن وري فهمينا كل سوء الله. طيب كفر النعمه ورنن كفر النعمه قال الله سبحانه وتعالى قدام نعمتك كفرخ نين كفر أصغر جن ورانا قلنا نعمتنا قال تعالى فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بعدك من كل تجاه أن تودي برقوق لكن كفرت بأنعم الله مشان كذا الله سبحانه وتعالى إذا قال لباس الجوع وأمر فرق منهم سفرارا طولا وليق كفرنا نعمة ويقول قلنا كفر النعمة لا مثلا تبذير عدم شكر لا قرقو كبت مثلا مثلا نبرقواب ان كبت يوسي قدول لو كم كم لو لين الوقت وقريل يغن ورغم دغن لو ادو زبالت له على كله نين شكر اخلاني وانك قياس التشهر ان كبت يوسي انا دفدر لو كم درو لو دمرن لين الوقت اكا كوري ما نسوك قياس ادرو انت يكوس ادرو كندين ادام قاغا هم بقراغا هم بق جنجرا نا نبرد عيش روز خبز حاجات قريب نعمة جارو جارو وكا قدام أريه أرجع ولا زبالات لمارنا نودك أو مشكلة جن نيسان بكذا عافية روان كالله سبحانه وتعالى مال روان كجار روان كجلير روان كحياة قريب بق ما عسيت لي استخدم رن لهم ننعمة نيش شكر سيلا بمعناها. قتال المسلم لأخيه سباب المسلم فسوق وقتله وقتاله كفر متفق عليه. طيب طبعا علي يا شيخ الشيخين روايون شيخين عزوون له الإمام البخاري والإمام مسلم كدو مقاتلة لا نداء إسلامس مشكلة جن يعني ني صبر سببا لا جخان له إيشان له قاب مقول يستقوي أن قذف سنة حاجات تعدي أكن ننين مشكلة جن فسوق جن نيكون هاي يا اخي كفر سنه كن والعياذ بالله. الطعن في الانساب مين اخطر اشياء بطيبنا الطعن في الانساب كذا نين ارسل ولا نيغنا وكورا نخرو كورا نين يعني نوايا وقن نين يريد حي منكين نوايا نخر قن نين فلان دك وقن نا جار خلق انسان سي جار ناس انسان سي نسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يا تفاضل ان اكرمكم عند الله اتقاكم دينك يدخ مكه استقامه درجادي نيغن كيدو نين فلان دورا خود اخلاني لن تغني عنكم انسابكم ولا اولادكم اموالكم اهليكم بناتكم ازواجكم اخوانكم امام نين ناو كنك وتاتنين لا خنا فعكلاني فلان دورا خود قدونين فلان دورا مجابي سلو استغلاني امري وعملكم كجابي صح كو ايمان دي تقوى جارو تغني جابي صح اخوسك اكن ورا دنيل
كتل سنن دوكا جماعه قال لك ودل سنك احنا فلان دك وينشتون الدنيا دي سرقه بيني عنصريه استخدمنا قال احنا قال السنه ولا السنه ولا الاخوان انسان وديع بسيط اكو لكن عند الله مقام كمان ان انسانين نين صبرت عن سرا شغلان ناس ناس طلعت النياح على الميت اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ناك قدام كرحول النياحة سرناجن سرنا جوجد حقي سرنا حزن اللبكات أورن شاكس تلاق الكا نسنا سنة عد قال أكن إنسان مغلقة مغلقة مبوق سرق رحمة مبوق قال معقول لكن ووي ووي يا أخونا إنسان منا ووي ورا بنا يانا ومنا يعني سرنا أكاك يعني نين مسألة أكثر من عدم شكر لجمدك قدو نين محرم جن نهبيرا نين تدونا من أكون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.